مساء الخير عليكم متابعين دار المعارف. احنا دلوقتي قدام العقار المنهار في منطقة روض الفرج، شارع سيدي الحلي، برقم العقار 10. احنا حاليا موجودين امام العقار المنهار زي ما حضراتكم شايفين، ومعانا احد شهود العيان على الواقعة، استاذ حربي. ريت تكلم الناس وتعرفهم اللي حصل بالظبط. انا حصل قايم في اتجاه لشغلي في الموقف الميكروباص، سمعت جزار بيقول انزلوا انزلوا، استاذ مصطفى سيد، مصطفى سيد جاب، تمام. جينا جينا على الملأ، لا 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 زي ما انت، جينا على الصوت لقينا طوب بيقع من البيت. تعالى ناخد خطوتين لقدام. انزلوا الناس المتوفيه واحده كبيره، انزلي في ايه في ايه، بتهاجر. بعد كده نزلوا بتقول في ايه في ايه، عقبال ما قال في ايه راح البيت انهار. يعني 8 الصبح الناس بدات تقول لك ايه الحق. 5 كان الرئيس اللي وقعت المباعث ساعه ما جه الشيخ وجابته، تمام. وقوه الاسم هنا، تمام. وصلوا الحوالي المدنيه بعد 8 و10 اول واحد جه هنا رئيس الوحده، تمام. احمد بيه الشيخ في الحال والوقت والتو، بعد 8 و5 بالظبط كان احمد بيه الشيخ برجالته بامناء بالاسم كله هنا البيت وقع يعني. المأمور وبعدين بعد كده جه بقى مدير الامن وجم الاحوال المدنيه والمساعد المحافظ وساعد الجثث طلعت قدامكم وشفتوها. مين اللي طلعها؟ طلعها احوال المدنيه اللي هم الحمايه المدنيه. احوال المدنيه دول، تمام. المطافر الحمايه المدنيه. كم واحد من ثلاثه؟ عيل 9 سنين وبنت وامهم، تمام. ايه اللي حصل بعد كده يعني؟ انت بعد كده البيت بقى انهار جرينا، ما وقع انهار لوحده، رحنا جرينا على الشارع. وبعدين جرينا طبعا جينا تاني لقينا البيت قالوا كل الناس ماتت فيه. بنتو في اللحظه قدم السيد رئيس المباحث احمد بيه الشيخ هو وفريقه، السيد احمد بيه شكري وامناء المباحث، والسيد بن المامور، السيد مساعد المامور، تمام. الساعة 8 و5 بالظبط كانوا موجودين في الشارع بعد الواقعة. العدو والحال بعد كده جابوا الحوالي المدنية وصلت وطلعوا الأنقاض من قلب من تحت الأنقاض الجثث ثلاثة هم. ثلاثة عيلين واد وبت أساميهم إيه؟ عيلة مفارس وثانية عيلة اسمها مي تقريبا كده. تمام. وهم دول عمرهم في حالهم وهم اللي قاعدين في البيت محدش ولا لهم دعوة بحد ولا لهم مشاكل مع حد ولا حد. ناس محترمة يعني من صغرنا واحنا البيت كان بينزل قبل كده ان هو يقع ولا كان ولا بيت طبيعي زي الناس يعني؟ البيت كان نفس الظهر بتاعه شبه البيت ده كده، من الناحيه دي من ناحيه الجراج، تمام. طبعا البيت ما فيش حد عمل فيه مونه او حاجه او محر او حاجه، زي ما تقول انهار لوحده. هو كان جاي له ازاله يا استاذ حربي، الله اعلم، ما اعرفش. لا جاي له ازاله ومحدش نفذ القرار بتاع رئيس الحي قالوا ازاله. ايوه كان جاي له ازاله. ومحدش اتحرك من المسؤولين ولا الحي ولا المحافظ، تمام. وقالوا اخلى يعني يا جماعه البيت ده جاي له اخلى اصلا. البيت جاي له اخلى وشايف الازاله وفي قرارات في قلب الحي ومحدش بينفذ. ايوه جاي له ازاله جاي له اخلى ومحدش بينفذ. انت من اهل المنطقه ولا هنا كمان عايزين ازاله بيتك من غير عمدان يعني. حتى من ساعه الثوره جم بنوا الادوار ديت مخالفه ومحدش من غير عمدان من غير حاجه يعني. بص حضرتك هتلاقي البيت واقع اساسا. لما جم المحافظه النهارده والحي شالوا فضوه، والبيت اهو زي ما انت شايف البلكونات اهي، كل ديت كل دي جايله هي الخشب ده بس يا جماعه، الخشب ده لسه متركب لسه محطوط صح؟ لسه دلوقتي لسه. لان البيت البيوت ريحت البيوت ريحت يعني. هو فصل عن المسلح بتاع السقفيه، تمام. ما حدش هنا بيجي قرارات، بيجي ازاله، بيجي اخلى، ما حدش، ما فيش تنفيذ يعني. كل البيوت ديت حضرتك مسنوده على بعض بس ما فيش لا مسلح ولا باي حاجه. كل ده مخالف، كل ده هو هم دورين، كل هنا كلها على دورين، ارضي ودورين، ارضي وطابق دورين. كل اللي عايز يبني بيبني يعني. كل اللي عايز يجي يبني
يبني دور يبني دورين، يجي يوم خميس يجي يقوم طالع باني شويه الطوب وشويه الاسمنت والسقفيه والمقاولين هنا بترزق مع بتوع الحي وخلص الكلام بس كده. مهندسين الاسكان مع المقاولين، انت ايه النهارده اجازه بكره اجازه، خلاص لم حاجتك الصبح تشتغل لم الحاجه وخلاص مع السلامه. طب كلمنا على اللي حصل النهارده. النهارده الساعه 9 الصبح بالدقيقه سمعنا صوت طقطقه واحنا داخلين نجيب العربيه، سمعنا صوت طقطقه في العربيه، الست طالعه في ايه في بتبص من البلكونه ومالها الحق ايه الحق ايه اجري انزلي، وهم نازلين حول بيهم ولا قوة في وسط على السلم أم البيت أم بتاع نزل البيت. يا الله في ثانية، وزي ما انت شايف أربع عربيات، أربع عربيات أنا شايف أربع عربيات بالفعل متكسرين، جه الأحوال المدنية شالوا الجثث لا حول بيهم ولا قوة، تمام، وشالوا الأنقاض وشالوا الجثث والموضوع خلاص خلص. في حد تاني كان قاعد في الشقة غير الثلاثة دول؟ لا هم اللي كانت موجوده في البيت بس الست وبنتها وابنها. كانش في حد حتى كان بره البيت مثلا في شغل في حاجه زي كده ولا هم الثلاثه بس؟ مطلقه وجوزها مساعد معاها وهي عايشه هي والبنتين بس. عايشه هي ووالدتها وابنها والباقي كله كان بره، في حد من القرايب بتاع ما كانش في غيره من خمس صوابي ما فيش غير الست. لا 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 عم حربي قول لي بقى، قول لي الدور اللي انتوا قمتوا بيه مع رجال الامن كلهم يعني مساعده احمد بيه ورجال الامن، ايه اللي تم؟ رئيس المباحث بنور خرج احمد بيه الشيخ اتصل باحد النجده، ثلاث عربيات جم من اسم من مستشفى الساحل، واتصل باحوال المدنيه خمس عربيات جم، وسيد مدير الامن وصل، وكان معانا النائب عدالة بنور خرج محمد بيه راضي النائب بتاع تبع الدايره مجلس الشعب، وقاموا بتوع الاحوال المدنيه قاموا بالانقاذ وطلعوا ثلاث توفيات. طب ما تيجي كده معايا كده تمشي كده جوه جوه كده. العربيات دي بقى مملوكه لمين؟ هو ده جراج صح؟ ده جراج. ده جراج مملوك لمين بقى الجراج ده ولا العربية؟ ده ماشيين ناس كده وصعب الارض مش لا لا يسعوده. تمام. ادي الجراج ده. تمام. العربيات اللي متكسره دي بقى بتاعت مين؟ حد يعرف اصحابها؟ اصحابها موجوده ولا ابو فلان محمد صاحبها اللي هناك ده صاحب عربيه مين؟ صاحب عربيه مين؟ اه هو البيت لما انهار رمى كده. البيت لما وقع النزيه كده رمى كده. طبعا جينا بقى تبع الشارع هنقف نموت جريت انا. وبعد بقى ما التوبه وقع ولقيت البيت فوق طار مره واحده النهار لوحده. طبعا الجار قاعد يحكي مع الناس ان هو ما كانش الست والعيال كده. يعني هو مسافة ما نادى عليهم يعني هم كانوا مخرج حاسين ان البيت بيقع بيهم؟ لا بس ما حدش يتخيل ان البيت بيقع. محدش متخيل ان البيت بيقع. والجراج دوت جراج شمال مش مرخص. ومع ذلك وليس موجود. وليس يوجد جراج في قلب الحي الاسكاني اللي احنا نعرفه. احنا نعرفه من القانون والسيد المحافظ ان انا اعتبر جدي عباس كامل مؤلف دمياط. يعني ناس من عيله كويسه فعارفين عارفين القانون فين. المفروض ان انا عشان اعمل جراج ما اعملوش في منطقه سكنيه. اقدر بيت اقدر ما اقدر ما اقدرش عربات وقعت اقدر الناس وقعت بالظبط ما تفعلش بالظبط. احنا عايزين لمسه من المسؤولين في البلد ينقلونا من العشوائيات دي يودونا اي حته يدونا سكن. هو كل ده عامه هو حاليا ده اللي بيتم في زي الفتره ما تقصد فرجي لا هو كده ده اللي بيتم ده كده كده اللي بيتم. احنا عايزين بدل ما سكان المنطقه هنا زي ما كانوا العزبه والحاجات دي يشيلوا البيوت القديمه ودونا مساكن في اي حته هيقعدوا عمال هو في 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 امان ده 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 اللي بالفعل في الفتره الحاليه بيتم. وسيد رئيس الجمهوريه السيسي بيقول في امان في مصر. احنا عايزين الامان ولمسه من المسؤولين الكبار تمكينا من مأزق ونسكن في سكن مساكن وندفع عادي بس عايزين نعيش عيشه كريمه زي الناس اللي مشوها في سيدي فرج دي ومشوا العشوائيات البيت القديمه ومشونا ونقعد مش هنقول لا هنقول امين.
يعني كل هنا هيقول امين، احنا عايزين نعيش عيشه مستقره. طب انت شايفين طبعا مع الشقه عندنا في الحي بقى لها يجي سنتين ملوعين عليها. شقه ايه دي؟ شقه مطرح المنطقه متهدت الى رضو في العزب. العزب اتهدت، عامل تظلم، عامل تظلم، والشقه بقى لها سنتين رايحين جايين عليهم ولا اي حد ما تعرف تعتمد منه كلمه. وفي الاخر قالوا الظابط جاي اللي هيمضي على التظلم في شهر 12، تعالى اخر 12. اهي البيوت عماله تقع زي ما انت شايف. هو احنا الحي كده دلوقتي بيعمل ايه؟ كده مش تراب، مش تراب كده. مش تراب دوت اللي هو عشان يفتحوا سكه، لان دي حاجات ناس، دي حاجات ناس، يعني هم بيبي ناس وعربيات يعني هو حالها واقف. انا بتكلم في كده دلوقتي فرق. يعني في اصحاب العربيات كلها هم اصحاب العربيات اللي جوه اهو. بس اصحاب العربيات جوه عند الراجل ولا عارفين يطلعوا ولا عارفين حاجه. عارف العربيات اللي جوه، العربيات المكسره، العربيات المكسره اصحابها فين؟ السليمه اللي جوه. العربيات المكسره اصحابها جم ولا لسه ما عرفوش؟ اصحابهم جوه، اصحابهم جوه مطلعوهم كمان. دول ياخدوا تعويض من دول، مين هيعوضهم؟ مفيش حاجه، مش هيتعوضوا. هم اللي ماتوا احسن من ولا الناس اللي ماتوا؟ اللي ماتوا ربنا يرحمهم. على اللي مات ربنا يرحمهم. شفت حاجة ولا مش موجود؟ شفت ايه؟ تعالى قول. شفت طبعا اللي هو البيت، سمعنا الصبح الساعة بدري الصبح حاجة الهبد الجامد مرة واحدة، ولقينا الناس كلها عمالة تجري. بصي في ايه، واحد علينا من اول الشارع اللي في بيت وقع هنا. وسمعنا طبعا اللي كان فيه ثلاث افراد، ست كبيرة وبنتها وابنها صغير. تمام ماشي. وطبعا جينا وطلعوا طبعا والست، سمعت اللي بيقولوا الست الكبيرة مات عايشة والاتنين ماتوا. وكله مات، كله مات. وبعدين ايه اللي حصل تاني؟ طبعا في كذا محل طبعا تهدوا بفلوس غالية طبعا. سامح كنا عايزينك بس تقول لنا بس تعرف ايه بقى عن صحاب البيت نفسهم. لا انا بعرف الناس اللي كانت ساكنه هنا. كانوا ساكنين في عيله شابه صغيره ومعاها ابنها. تمام. ومعاها ست كبيره. وعيني بتسلم على ده وتمشي في حالها وتطلع في حالها، ولا بتتكلم مع حد ولا اي حد. سمعتهم طيبه في المنطقه جدا جدا جدا، يعني ما بقولش كلام مع اي حد. حضرت اللي حصل النهارده ولا لا؟ انا ما حضرتش لان لسه جاي. فالشيخ جمال قال لها انزلي البيت بيقع، ما رضيتش تنزل. وهي واقفه في البلكونه. القدر بتاعها مصطفى جابر. قال لها انزلي انزلي البيت بيقع. قال لها بقول في ايه؟ النهارده انا بقول ولاده وفرقعه. مش يعني الشيخ قاعد يقول لها يلا ما انزلي انزلي. هو قال لها انزلي انزلي ما رضيتش تنزل. ابن سيد على اساس البيت كان بيسقط. بيسقط فوق. هي خدها كانت كده وبعد كده البيت انهار. تندولي حد كده من الناس دي. كمل كمل كمل. ده لنا حد كده من الناس اللي كانت الصبح بتقول لها انزل. لا لا مين ده؟ هو الراجل الشيخ جمال. تمام. دخل يصلي بس ده بيصلي بس. الله يرحمه الواد الصغير. هو الناس كلها تعبانه على الواد الصغير. الصغير اسمه ايه؟ اسمه فارس. لا فارس فارس ومي. اسمه فارس. لقينا شهاده تهديد للطفل اسمه محمد بس ما نعرفش. لا اسمه فارس. فارس. الله يرحمه. يعني الناس دي فارس ده كام سنه؟ فارس ده عنده حوالي 10 سنين 11 سنه. وهي عندها حوالي 30 35 سنه. طول الاخ ده. الله يرحمه. بس الشيخ كان عايز صغير بقى. الله يرحمه. ما قلتش غير عليهم ايه؟ الله يرحمه. الرحمة. بس اهم حاجة ان احنا بنتكلم بس كانت السمعة طيبة وده اهم شيء. بلاش دعوة بأي حد. انا معاهم في المنطقة هنا ما اعرفش شكلهم ولا اسمهم. بعدين القضاء ما قلتلناش بقى، يعني عرفنا نفسك الأول بس. وجدي. طب وجدي ايه اللي حصل؟ اهو انت جيت 11 كان كده البيت وقع. الأمن موجود وفرقة الإنقاذ. ايه اللي حصل بقى؟ طلعوا الحاجة والواد وبعد البيت بعد كده الواد بعدها بساعة بس. عقبال ما طلعوه. كانوا طالعين سلام ولا كانوا طالعين؟ يعني هم انا عارف هم طالعين ميتين، بس انا بتكلم كانت الجثمان نفسه كان طالع سليم ولا كان سليم؟ كان سليم. وبعدين شايفين حاجه من هناك. كلهم كان كله واقف بعيد. بس هم ما خدوش وقت التطبيق.
اول ما اكتشفوا من المعده فرقه الانجاز نزلت بايديهم بس كده الله يرحمه يا رب يا رب سهل تمام آمين احنا هنا كنا في منطقه رود الفرج لطابعة العقار المنكوب اللي وقع طبعا زي ما حضراتكم شايفين عن لينا كلام تاني طبعا احنا كلنا سمعنا كلام الاهالي وشهود العيان عن الواقعه واللي اكدوا ان المنزل كان ليه قرار ازاله وان سمعه الناس كانت سمعه طيبه جدا وان في حد من السكان قاعد يقول لهم انزلوا بس الناس ما من صدمتهم وقفوا ساكنين ما عرفوش يتحركوا من مكانهم طبعا ادي دي مثلا عربيه وفي اربع عربيات في اربع عربيات متكسرين خلاص هدموا خالص وده جراج الناس بتقول ان هو مخالف هنتابع معاكم الحادث مره تانيه احنا كنا معاكم دلوقتي عمر رضا دار المعارف وانتظرونا في بث تاني جديد هنقول لكم فيه اخر التطورات في الحادث